زي ما حضراتكم متعودين برنامج التالتة يمين بلف ورا جمهورنا في كل مكان. النهاردة حلقتي من محافظة دمياط، رحنا شفنا جمهورنا هناك واتكلمنا معاهم في حاجات كتير. تعالوا نشوف أول فقرة معانا من محافظة دمياط ونشوف جمهورنا قال إيه ونرجع نكمل مع حضراتكم. تالتة يمين زي ما حضراتكم دايما متعودين مع جمهورنا في كل مكان، النهاردة مع مجموعة من جماهير نادي الزمالك من دمياط. أكيد إحنا ورا جمهورنا النجم الأوحد في برنامجنا في كل مكان. في البداية طبعا حابب أرحب بيهم. أبو حميد ازيك يا وحش؟ انت وحش افريقيا، وانا مبدئيا قبل اي كلام انا مش مصدق نفسي اني قاعد قدام اسد. ربنا يخليك، وما خدتش حقك انت اعلاميا خالص. لا الحمد لله، انا خلينا بس عايز من الاول انا برحب بيك هنا في دمياط ومبسوط جدا اني معاك. لا انا حقيقه مبسوط ان انا موجود معاك ومبسوط مع جماهيرنا. نورنا ابو حميد. ده نورك يا كابتن، تشرفنا بيك اولا في دمياط، نورتنا ونورت دمياط كلها. مبسوطين ان احنا مع حضرتك، احنا مع جمهورنا في كل مكان ان شاء الله وراكم في كل دايما بتبقوا معانا ودايما كنتم ورانا في المدرجات، فحقكم دلوقتي تبقوا موجودين معانا في نادي الزمالك. طبعا الزمالك بالنسبه لنا مش نادي بنشجعه بس، ده انتماء من واحنا صغيرين، يعني من واحنا صغيرين خالص كنا بنسمي نفسنا باسامي اللعيبه حتى واحنا بنلعب في الملاعب الصغيره، حسن شيكا، محمد حاج جمال، حمزه كده على طول. لسه بقى هخش معاك في البدايات. تمام. طب حابب ارحب بعادل طبعا. بجد مبسوطين بحضرتك قوي يا كابتن، وحش افريقيا كابتن عبد الواحد، شرفتنا جدا في دمياط. طبعا مبسوطين اللي فيه ابن من ابناء الزمالك في وسطنا، لان الزمالك ده حياتنا وروحنا وكل حاجه، يعني الزمالك ده النفس اللي بنتنفسه، يعني يمكن الحاجه اللي بتسعدنا في حياتنا. ايوه جمهور الزمالك عامل ملحمه وجمهور عظيم ودايما ورانا في كل مكان. قول لي بقى انت حبيت الزمالك ازاي؟ بص يا كابتن، اول حاجه حب الزمالك ده يعني غير اي نادي تاني، فعلا اوفياء، دي مش كلام، دي حقيقه. احنا دايما ورا النادي، دايما بنشجعه، دايما بنخسر نكسب، دايما ده كلام مش كلام، ده جد، ده حقيقه. الزمالك يعني ثقافه الهزيمه، ثقافه الفوز، كل حاجه موجوده معاها. البدايه دي طبعا ما فيش حد ينسى فريق الاحلام وقبل فريق الاحلام. بدايتك في حب الزمالك 95. طبعا محمد صبري، كولوبالي. على اسمك طبعا. طبعا حبيبني طبعا، وشهرني في المدرسه كتير الاسم ده. حاجه جميله. وكولوبالي، اسماعيل كولوبالي. اسماعيل كولوبالي حاجه شمال. انا شايف ان هي اتظلمت لما جت الزمالك في الوقت ده، ان هو كان النتائج ما ساعدتناش. ما ساعدتناش، بس هي ده يعني كانت الكره الحلوه. صبري ده يعني رجل شمال ما فيش بعد كده. كولوبالي ده رجل شمال مفيش بعد كده. خالد الغندور ده رجل شمال مفيش بعد كده. طب الكوره الحلوه هتيجي ازاي؟ انت يعني ده كان بدايتك في تشجيع الزمالك، بدايه الكوره الحلوه. حد اثر عليك ولا انت عن اقتناع؟ لا لا، انا ابويا الله يرحمه كان اهلاوي، بس انا ما يعني مش نافع عن اقتناع. الزمالك كنت اتفرج الاقي تشجيع، الاقي كوره، الاقي مهارات، الاقي ترقيص، الاقي كوره حلوه. ده اللي خلاني احب اصلا الزمالك. بعد كده لما بدات بقى افهم بقى الزمالك يعني ايه، واللعيبه مين، واسماعيل بقول لك كولوبالي وصبري، خالد الغندور، والشيشيني، وائل قباني برده دخل بعديه. وائل جه بعد الجيل اللي بعده. دخل بعد الجيل بقى اللي بعده اللي هو جيل الاحلام ده بقى، حازم امام طبعا، ابو واحد السيد، وحش، اسد. بس برده النتائج يعني هنتكلم بقى في النتائج دي، ما هي مش بسبب كل واحدكم يعني، مش لعيبه، ما هي دي اداره. في بدايه الالفيه لا الزمالك ما شاء الله كانت النتائج كانت نتائج هايله. بدا وخد بطولتين وخد دوري من الاهلي بعد برضو 4 سنين ودخلنا في الموضوع. بس انتوا لعيبه جامده، كوتش، اداره، لو دول كلهم موجودين احنا ناخد كل حاجه. انما انتوا كنت فريق احلام فتره كده، انت شايف انا بتكلم على الجيل ده كويسة. الجيل ده انت لما تيجي تاخد الجيل بتاعك ده واحد 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 لا منتخب مصر، فازاي ما ياخدش؟ يبقى نشوف بقى الحاجات التانية كانت ايه. صح. بس احنا الحمد لله في جيلنا في بداية الالفية لا خد بطولات كتير. خدنا بدأنا ناخد. وحد ينسى جون تامر عبد الحميد؟ اكيد طبعا، ده حاجة رجعتنا للقمر تاني. قول لي بقى يا ابو حميد، انت بداية تشجيعك للزمالك كانت ازاي؟ احنا اولا كنا بنلعب كرة حلوة قوي، يعني فريق مدرسة ودورة بيبسي، فطول عمرنا بنحب الكرة الحلوة. الكرة الحلوة دي طبعا مش هتلاقيها موجودة الا في مدرسة الفن والهندسة. زي ما قلت لحضرتك احنا كنا حتى واحنا بنلعب في الملاعب الخماسي كده بس ما اللعيبه يعني كل واحد مسمي نفسه اسم، محمد، جمال، حمزه، حسن شيك كده. جمال حمزه برضه من اللعيبه. لا انا ما شاء الله احنا بنحب اللعب المهاري يعني، بالذات في الزمالك. بنحب اللعبه الحلوه، حتى لو خسرنا والاداء حلو عمرنا ما زعلنا. يعني ماتش نهائي افريقيا ده مع الاهلي جمهور الزمالك كان زعلان، زعله الاكبر ان احنا كنا احسن. يعني احنا لو وحشين وبنخسر
عادي زي ماتش سوبر لوسيل. اي واحد بيفهم كرة لازم يبقى مقتنع فرق امكانيات من امكانيات. الزمالك موقوف قيد، مفيش صفقات، فريق الهلال اقل لاعب فيه 7 مليون. لا هي جت صفقات بس المشكله ان كانش فيه فتره الاعداد. لا والقيد فتره الاعداد لان احنا لعيبه في جت عندنا لعبه فتره القيد ده. لا خلاص احنا لعيبه دخلت بس طبعا ده خارجين من دوري وكاس ودوري مفيش كان في طبعا مفيش فرق كان في فرق امكانيات واضحه طبعا فبالنسبه لنا احنا ما كناش زعلانين لان احنا بنفهم كوره وشايفين الدنيا على الارض. لا ولعيبه كانت رجاله في الماتش جدا جدا ونخرج 1-1 بالنتيجه دي ونخسر بضربات الجزاء دي حاجه ما زعلتناش خالص. قول لي بقى انت بدات حبك للزمالك ازاي؟ افتكر بابايا وانا صغير وانا شبه احمد صالح. افتكر وانا صغير لسه طفل بابايا كان بيفهمني ويوريه اللعيبه القدام ايام كوارشي وعبد نصحي وكابتن حمد امام. كنت بتفرج وبتمتع فعلا بالكوره وكان فاهمني قد ايه الزمالك كان فعلا بالظلم من حكام واداره وكل حاجه. الزمالك كان بيتحارب من كل حاجه فعشان كده حبيت الزمالك بجد. يعني حاسس شايف اللي الزمالك مش شايف حقه. انت ولا كان ليه تاثير عليك في حبك للزمالك؟ عيلتي كلها زملكاويه. عيلتي كلها زملكاويه. انا هنا عندنا محمد كان طالع لوحده هو. لا عيلتنا كلها زملكاويه. كل العيله زملكاويه. احنا بنعشق الزمالك، الزمالك ده هو سبب سر سعادتنا في الحياه. قول لي بقى يا ابو حميد عوده الجماهير انت شايفها ازاي؟ ده اكبر دافع طبعا للاعيبه. هو انت مثلا داخل مسرح تعمل مسرحيه هتعملها لمين؟ لو فاضي مش هتعملها لمين؟ صح. لو انا 5-6 قاعدين مهما انت خدت اداء واداء واداء اكبر واحلى ما فيش حد يضحك اصلا. فاصلا يعني لما يبقى في جمهور اللعيب اصلا جواته الدفع هيبقى قوي يدي احلى يدي اقوى. الدفع دوت يعني بيتهيألي هو في الكوره 50-60% والباقي اداء. اديله دافع اديله قوه هديه. يعني انت شايف ان الجماهير فرقت بشكل كبير جدا مع اللعيبه رغم ان كان في بعض رغم الجماهير رغم ان عدد قليل بس كنت لسه هكلمك. لا طبعا عدد قليل بس عدد قليل. شفنا جماهيرنا في قطر عامله ازاي حاجه جميله طبعا وبنشكر دوله قطر طبعا على اللي عملته معاهم دوت. بس الجمهور ده لما 5000 ولا 3000 بيدوا الاداء ده في الملعب ومحسسينك ان في 50000 موجودين وراك يبقى بيدي روح للعيب في الملعب اكيد يعني. هم ورا دايما كل ده لما كل لعيب يتنادى عليه باسمه ويروح للجمهور ده بيديله زي يعني زي كارت خاص ليه مش ان يعني مثلا هلا لو اقول هلا اقول له النادي كله لا بيتنادى عليه كابتن عبد واحد يجي لوحده عبد واحد يجي لوحده كده يجي لوحده دي بتديك انت من الجمهور يعني بيتهيألي امر دافع خاص بالنسبه للعيب خاص. رغم ان كان في ناس تقول لك ان عوده الجماهير ممكن تاثر على اللعيبه بالسلب مش بالايجاب لكن مع لعيبه الزمالك لا اختلف الوضع. ما فيش مسرح بدون جمهور. ازاي هي كرة للجماهير معروفه. ادي جمهور طبعا نتمنى ودي جمهور الاستاد طبعا ويكتر اكتر من كده وبنناشد الدوله ان تزودهم شويه عشان احنا برضه من بعيد نروح فنفسنا نروح. قول لي بقى من هناك بتروح الاستاد رحت مدرجات قبل كده؟ رحت مدرجات يا كابتن بس حضرت بقى للمنتخب طبعا فايه انما الزمالك ده وضع تاني. الجمهور ده النادي اللي بحبه انما المنتخب برضه كلنا. انت ازاي بما انك اتكلمت عن المدرج قول لي بقى الماتشات اللي حضرتها في المدرج. اول حاجه ويومك بيبقى ازاي انت جاي مشوار يعني انا جاي مشوار حوالي 4-5 ساعات يعني مشوار بعيد فعلا. اول حاجه هو بتبقى مش يعني مش ان انا رايح اتفرج على ماتش هو بالنسبه لنا هنا دمياط والقاهره يعني بتبقى زي رحله صغيره. دي بالصغيره؟ متاكد؟ هي المسافات برضه يعني الطرق الجديده دي بقت كويسه دلوقتي بس زمان كانت طبعا اقل من كده لان انا حضرت طبعا ماتش اللي هو 2-2 اللي كان ما بين الاهلي والزمالك. ابو تريكه بقى الله يسامحه اتعادل معانا في اخر دقيقه في الماتش وزعلنا ورجعني يعني حزين. كنا هناخد الثلاثه بونت منه في الماتش دوت بس بتعملوا ايه في الماتشات هنا؟ بص يا باشا احنا هنا ماتش الزمالك بالنسبه لنا في الدوري ده احتفاليه. الزمالك النهارده الماتش الواحد يفضي نفسه من بدري. انا ببقى في المحل بتاعي عامل حسابي على الوقت بتاع الماتش مركز بقى الماتش النهارده كده هسيب الزباين وهشوف الماتش. ليك طقوس معينه يوم المباراه؟ يعني انا بتفاعل وبتتشائم بفتح التلفزيون الاول اقوم جايب اول برنامج مثلا زملكاوي الصبح اشوف التشكيل ايه لو التشكيل هو زملكاوي بيجي الليل مش الصبح نهارك ابيض نهارك ابيض نهارك ابيض نهارك ابيض اشوف التشكيل وعلى الانستا برضه اشوف التشكيل بادئ ازاي وبتاع لو التشكيل حاسس ان هو على هوايا بس انا اليومين دول طبعا على هوايا مش هوايا واثق فيه لان ورايا راجل اسطوره بمعنى الكلمه يعني مدير فني عالمي بيعمل فعلا جايب لعيبه صغيره ما اقدرش اقول طبعا زي ما الناس بتقول في سيخ شربات لا لعيبه كبيره اللعيبه الصغيره دي اللي هي لعيبه صغيره
مش لعيبه كده، لعيبه حلوه جدا جدا طالعه من قطاع ناشئين مصروف عليه كويس جدا جدا جدا، وطلعت النادي الراجل ده وظفها كويس، قدرنا نشوف منها. انت حسيت كجمهور بفعلا بقيمه اللاشئين الموجودين؟ لا لا بقيت مطمن، قاعد مطمن اشوف اعرف بس التشكيل ايه، ببقى متخيل ان اللعيب اللي هيلعب هيديني حاجه غير انا عارفها. زي المسلوسي مثلا كان جايبينه باك يمين، اتوظف دلوقتي باك يمين ولعب مساك ولعب ثلاثة ورا، وبقينا شايفين حاجة تانية خالص غير اللي شفناه من بداية الموسم. قول لي بقى يا ابو حميد، انت بالنسبة لك نقطة التحول السنة دي، يعني كان في بداية الدوري كان معظمنا مش متفائل طبعا، لكن اكيد في ماتشات معينة بدأت تحس بقى ان اللي خلاص لا الزمالك رجع. اول حاجة حسستني بالاحساس ده اهتمام الادارة قبل ما يجيبوا مدير فني. تمام. يعني هم كانوا اللي احنا متعودين عليه في نص الموسم كمل بمدير فني مصري يكمل الموسم، هو اللي عارف اللعيبة، ثقافة الشعب المصري كده، وممكن الادارة بتمشي على حسب السوشيال ميديا دلوقتي. لا كان عندهم الجرأة ان هم يجيبوا يثقوا في فريرة، طبعا قبل كده برضه محتفلين معاه بدوري بكاس وكاس. يعني شايف عوده فيريرا هي بالنسبه لك كجمهور فرقت كتير؟ من اهتمام الاداره كمان ان هم يجيبوا المدير الفني ويثقوا فيه، رغم ان هو على المدير الفني لما بيجي طبعا معروف ماتشين ثلاثه يقول لك ما تسالش عن النتيجه، عم بيعرف اللعيبه ويشوف اللعيبه. الاداره اداته العدل واداته المساحه، يعني اديته مساحه. المساحه دي هي احلى حاجه، ويمكن دي ما كناش بنلاقيها في الزمالك في فترات. ان المدير الفني يجي ويشتغل ونديله الدعم وخلاص نبعد نفصل، يعني السيستم حلو ان المدير الفني يشوف شغله، المدير الكره يشوف شغله، لا مدير الكره ما يتدخلش، فدي طبعا فرقت كتير. زائد كل وقت تدوس كل واحد ليه اختصاصه. تمام. ده تجربه ناجحه. انا كنت شايف ان المدير الفني ليه المساحه الكامله ان هو يعمل اللي هو عايزه، فدي فادتنا كتير. زائد هو رب ضاره النافعه، وقف القيد. وقف القيد. سبحان الله. يعني انا مش عايز اقول بقى لاعيبه ناشئين، لان زي ما فريرة قال قبل كده ما فيش لاعب ناشئ بيبقى عنده 22 و23 سنه المفروض يبقى في عز مجده. فعندنا لاعب نيمار وحسام المدافع وحسام عبد المجيد، الناس دي مش ويوسف اسامه نبيل وتطور امام عاشور ان هو دلوقتي رقم واحد في خط النص. يعني انا واثق ومتاكد ان منتخب مصر حط امام عاشور في خط النص وحط جنبه اي حد باذن الله، حقيقه مش مجامله ولا حاجه. ثقه وتطور من شويه من فرجان وشويه من طارق حامد، فده حسينا بيه في الملعب. زائد التكتيك الخططي، اللعيبه زي ما زيزو قال في اخر لقاء، علمنا نقف في الملعب، علمنا اللمسه، علمنا الباصي. هو عنده روح البطوله يعني، حسيت وده خلقها للعيبه، خلقها للعيبه. يعني اللاعب كان احنا كنا بننزل كل ماتش بقينا نعرف نجيب جون في اخر دقيقه، بقينا نبقى مغلوبين 1-0 ونعمل رومنتادا ونغلب 2-1. طبعا دور ايه الماتش، بما انك اتكلمت عن الماتشات، ايه الماتش اللي السنه دي حسيت انه لا الزمالك رجع، حسسك ان لا ده فرقتي؟ هو عامة في الفترة الأخيرة كلها، من قبل كمان بكلمك في الدوري، في الدوري من قبل ماتش الكاس بتاع الأهلي، من قبله كمان بفترة، واحنا يعني ماشيين حلو جدا. حتى ما أنا بقول لحضرتك لما كنا حتى لو احنا مغلوبين 1-0 كان بيبقى عندنا الثقة اللي احنا هنرجع حتى هنتعادل. ده الثقة جات لك أنت كجمهور. خلاص الثقة اتنقلت لنا اللي احنا هنعرف نرجع في أي لحظة. كنا الأول عادي اتغلبنا 1-0، ممكن المدافع زي في الدوري المصري المدرب، أي مدرب يحط 11 لاعب يدافع بال 11 لاعب قدام الزمالك يفضل يدافع طول الماتش، وخطف الثلاثة بونت من الزمالك. لا بنعرف نرجع، كان عندنا أحسن لعيبة في مصر، لعيبة كلها منتخب. لو جيت قيم كل لاعب في مكانه احسن لاعب، يعني اذا كان امام عاشور، زيزو، الونش كده، عايزين منهم كمان الاستمراريه مهمه جدا. وفي دور برضه ما نقدرش ننساه، دور شيكابالا. اكيد طبعا. يعني اما نشوف القائد بيحمس لاعب، مع يعني حتى لو ما بيلعبش، حتى لو ما بيلعبش وبيشجع لاعب عنده 17 و18 و20 سنه وبيديله الثقه وفي ظهره. شفناه في ماتش الكاس ان هو ما لعبش. يعني احنا حاسين بدوره ولاقيين قائد. يعني انا حتى في نزوله في الاساسي في ماتش لوسيل، انا واثق ومتاكد ان فريرا نزله في بدايه الماتش عشان يدي الثقه للمجموعه اللي حواليه بما انه قائد. يعني انا كنت واثق ان هو ينزله في اول ماتش زي ده. وجوده في الملعب يفرق كتير، خبره وتحركات وكلام مع اللعيبه. انا شايف ان حاليا كل واحد في الزمالك بيعمل دوره على اكمل وجه. شايف التجديد لزيزو من وجهه نظرك كجمهور؟ انا شايف ان زيزو حرام ان هو يتعامل معامله اللاعب لسه مصري او لسه صفقه جديده. زيزو يستحق ان هو يتعامل معامله اللعيبه اللي احنا بنجيبها محترفين من بره بعقد احترافي كبير. تمسكه بالزمالك ده بيفرق مع جمهور الزمالك. نجاح كبير لمجلس الاداره طبعًا. تجديد زيزو طبعا ويضيف له ان هو متمسك جدا بالزمالك. يعني احنا حتى شفنا لقطه كده وهما بيستلموا الجوائز بيقول المستشار مرتضى ده انا عايز افضل في الزمالك. يعني احنا حتى لمحنا حاجه زي دي، فده يفرحنا جدا ان اللاعب متمسك بينا. احنا عامه كجمهور
احنا بنشجع الشعار. اي حد لابس شعار الزمالك رحنا فيه، فتمسكه بالزمالك يخلينا نتمسك بيه ونقول له عاوزين منك اكتر. اداء الزمالك في الدوري كان مختلف جدا، وفي ماتش الاهلي بتاع الكاس احنا اول 45 دقيقه احنا كان مش عارفين عواد واقف في الجون ولا هو فين. اول 45 دقيقه حرفيا احنا مش شفناش عواد. انت بالنسبه لك الماتش ده راسم لنا بقى ان في مدرب بيعمل تكتيك، مش مثلا بيلعب كل وقت، لا تكتيك، خصوصا لما خرج زيزو وخرج لعيبه كبيره فكل الناس استغربت. بنشوف تكتيكه في الملعب، يعني احنا بنشوف اللعيبه مقربه من بعضها، المساحات ضيقه، اللعيبه بتباصي في مساحات ضيقه جدا، بيصنعوا هجمه من 3 4 لمسات. وفي حاجه كمان ان اي لاعب بقى يمشي من الزمالك ما بقناش نحس بيه. يعني فلوس يعني مش لعيبه، اسماء رهيبه تهز اي فرقه. يعني انا كان بالنسبه لي، انا كنت خصوصا انت كمان موقف لك قيد، يعني مش لعيبه ثانيه، كارثه ثانيه قيد. وان واحد زي طارق حامد، انا كان بالنسبه لي طارق حامد في نص الملعب امان. فما شاء الله امام عاشور مكانه ما حسناش بفرق. بن شرقي اما مشى بالطريقه الجميله اللي مشى بيها دي، تحيه كبيره كان بجد، يعني جماهير شرفنا بجد، واحنا بنحترمه وبنكنه له كل احترام. الطريقه اللي مشى بيها والطريقه اللي فنش بيها معانا حتى في ماتش لاخر لحظه، تحس ان هو مجدد، يعني كان بيلعب الماتش وتحس ان هو لسه بادئ معانا، مش مثلا اخر ماتش وهيمشي. وبالدليل ان الجماهير حست بيه، وكان طبعا هو مكانته في لومنا مش هتتغير. قول لي بقى، انت كنت سألت محمد سؤال بس اكيد انت ليك راي تاني، يعني بالنسبه لك السنه دي نقطه التحول كانت ايه؟ المباراه بتاعت 2-2 بين الاهلي والزمالك ده نقطه التحول في الدوري، نقطه التحول في الدوري. وظهر لنا فييرا، طلع لنا اربع شباب كسروا الدنيا، يعني خلونا نطمن اللي فعلا عندنا فرقه جامده. برغم ان كان في وقف قيد كده، بس لقينا الشباب بتوعنا كويسين، فده كان نقطه التحول. انت بالنسبه لك بقى، كان الشباب اللي شفتهم في الملعب وادوا بالرجوله دي، ده مكسب بالنسبه لك؟ مكسب كبير طبعا، احسن من اي صفقه. وهو واضح انها وفرت علينا صفقات كتير، يعني وبعد كده تدعيم كبير ان شاء الله الفتره اللي جايه. جدا. وبعد كده زيزو كان في الفورمه، زيزو من اول موسم في الفورمه، الجزيره رجع في الفورمه، امام عاشور في الفورمه، اللعيبه كلها. ده شغل مدرب كمان بشكل كبير. طبعا فييرا عمل مجهود جبار بصراحه. عمل إنجاز. كمان لما اللاعب بيطمن من الناحيه الماليه بالنسبه له بتركيزه بس في الملعب، اعتقد بيفرق. فالمنظومه كلها الفتره الاخيره كانت ماشيه بشكل طبعا خلص. نشكر الرئيس مرتضى منصور طبعا على المجهودات اللي بيعملها والعقودات اللي بيعملها، بيدفع من جيبه بصراحه. قول لي بقى، انت احتفلت بالدوري ازاي؟ ناخد الكاس الاول. الكاس فرحه الكاس دي طبعا من الاهلي، خاصه بتلعب المنافس التقليدي طبعا بتاعه. المنافس بتاعك بتلعب النادي الاهلي، وانت يعني انا عايز برضو اي نادي يجي اداره منحله وجاي اداره جديده واداره جديده، وبعد كده الاستاذ المستشار يرجع، ازمات، وقف قيد، مفيش لعيبه. لما نيجي نعد اللعيبه اللي مشيت من الهجوم للدفاع هتلاقينا مشينا تيم كامل. مصطفى فتحي، مصطفى محمد، بن شرقي، طارق حامد، ابو جبل، ده تيم، كل فرقه كامله، فرقه كامله كامله كامله. فاما يجي لنا راجل وسيادة المستشار اداله ثقة واداله صلاحيات ان اتصرف في النادي، وانت جاي تصرف فريق كرة القدم، فريق كرة النادي، في الكرة، مش في النادي، لا مش في النادي، كرة طبعا، يعني بروف كرة القدم جامد جدا وادارة قوية جدا، تغييرات من احلى ما يمكن. اما اشوف في ماتش يطلع مثلا زيزو ويطلع بن شرقي وينزل اتنين برضو لعيبة صغيرة في ماتش تقيل زي ده، ده تفضل كجمهور، ينزل يوسف أسامة نبيه من أسرع اللعيبة تقريبا في الدوري المصري على سنه الصغير، سرعة جامدة جدا، ودخل وعمل أحلى أداء وجبنا أجوان جامدة جدا. أنا برضو ما قلتليش احتفلت بالدوري، الدوري ده يعني بالكاس بصراحة ربنا، بداية الدوري ما كانتش على الأمال بتاعة النادي. كان النادي برضو اتعصر مرتين وتعادل مرتين، أمال الجماهير، أمال الجماهير معاك، قول بس البدايه دي لما جبنا فييرا اختلفت الامور، ادينا له الثقه، هو بدا صحيح خرجنا من دوري ابطال افريقيا، بس بدا يحط ايده على اللعيبه الكويسه، بدا يعرف يوظف اللعيبه دي ازاي، يمشي بيها واحده 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 كده، تاتا تاتا، اللي بدا فعلا ان يحط رجله على اول سلمه في الدوري ان ياخده فعلا. الاهلي دخوله افريقيا تاجيل المباريات،
بدأنا احنا نزيد بالدوري، فبدأنا نثق ان احنا فعلا هناخد الدوري السنة دي، ما نفرطش ما نسيبش لاخر الدوري هناخد. وده اللي حصل، اللعبة اجتهدت حاجة من احلى ما يمكن، كرة من اروع، بسيب المحل صدقني تيكي طاقة في الزمالك حاجة جميلة، زيزو بن شرقي فتوح باك عصري مفيش احلى من كده، كرة جميلة، الناحية التانية نيمار كرة جميلة، ما شفناش الاداء ده من فترة فعلا، من ايام كالترون ما فيش. قول لي يا محمد مش عايز يرد عليه احتفل بالدوري ازاي؟ انا سالته سؤال وقال خلف 500 حاجه. انا قول لي بس الاحتفالات طبعا ما ننساش الاحتفالات بتاعتنا. هنا بتعملوا ايه بقى؟ احنا طبعا بالنسبه لنا احنا بالكفاهات بنتلم عليها، في زملكاويه كتير كتير جدا. يعني زي ما عادل قال احنا في عائلات زملكاويه يعني، فالزملكاويه كتير، و فرحتنا بقى يعني انا مثلا فرحتي كانت بالعربيه، كنت في راس البر، خلصنا الماتش طبعا بجي الزمالك على العربيات، فتحنا اغاني الزمالك، كنت ماشي لوحدي، كنت ماشي لوحدي لقيت نفسي ماشي في مسيره، يعني في مسيره عربيات بقى، دي فرحه. فرحه الكاس برضو كان يعني يوم ما يتنساش. التجمعات هنا بتبقى كبيره؟ يعني هو هنا يعني ممكن تلاقي قهوه زملكاويه، قهوه اهلاويه. يعني ليكم مكان مخصص بتتجمعوا فيه؟ مكان مخصص بنتجمع، يعني المكان اللي انا بقعد فيه ممكن يعتبر 90% من اللي فيه او 99% من الزملكاويه. بس خلاص يعني انتوا عارفين بعضكم بتتجمعوا في المكان ده؟ بنتجمع وبنقعد الماتش النهارده. ايوه، لان هو يعني احنا كفاهمين كره يعني ما بنستحملش كلام من اي حد من المنافسين، يعني انت عايز مش عايزين بقى نقول تحكيم ولا احنا اداء وحش وخسرنا نستاهل الهزيمه. الكره مكسب وخساره، يعني الكره مش حكر على حد ان حد يكسب على طول او يخسر على طول، احنا بننتمي للفريق، الفريق عادي يكسب مره يخسر مره، طبيعي زي اي فريق في العالم، مش شرط يعني اشجعه عشان يكسب، ده انا ابقى معاه في الهزيمه قبل المكسب. قول لي بقى، تقول لي لعيبه الزمالك دلوقتي منتظرين منهم بطولة افريقيا. بطولة افريقيا عايزينها بس كده، لان هم يستحقوها، يعني اقل حاجة يستحقوها. عشان شيكابالا بس، كمان بالذات شيكابالا نفسي ياخد بطولة افريقيا، لان شيكابالا امهر لاعب في مصر بصراحة باذن الله. قول لي بقى بحميد، تقول لي لعيبة الزمالك. بقول لعيبة الزمالك اولا ده شرف ليكم ان انتوا بتلبسوا شعار الزمالك، ده شرف لاي لاعب في مصر ان هو ينتمي لكيان زي كيان الزمالك. بقول لهم صدقوا نفسكم، انتوا في ظهركم اعظم جمهور في العالم، اكتر جمهور فاهم كرة في مصر ويمكن في الوطن العربي. الحمد لله كشعبية الناس نضجت، السوشيال ميديا فوقت الدنيا، ما عادش بقى 85 مليون اهلاوي و20، لا بالعكس ده الزملكاوية اكتر من الاهلاوي بكتير. مستنين منكم، مش حكايه ان احنا خدنا 2 دوري لا خلاص بقى ونقعد 5، لا احنا الدوري في الزمالك ده كل سنه، الكاس في الزمالك كل سنه، ده كجمهور يعني ان شاء الله يوصل اللعيبه. افريقيا ده مش بنطلب منك حلم، لا ده شيء واقع، ان انت كلاعب لازم تصدق نفسك ان انت تستاهل تاخد افريقيا. قبل ما تكون لنفسك للشعار بتاع الزمالك، انت بتلعب في اعظم نادي في الوطن العربي وفي افريقيا، انتوا جيل تستاهلوا ان انتوا تحققوا افريقيا وتاخدوا السوبر. على فكره انا يعني دايما طبعا الجماهير عندي رقم واحد في البرنامج، فمعظم جماهير نادي الزمالك فعلا عايزه بطوله افريقيا، عاوزين افريقيا، لان احنا حتى انا ممكن قلت لحضرتك احنا خسرنا افريقيا واحنا كنا احسن. يعني كره زيزو لو كانت جت كانت خلصت الموضوع خلص. بس هي ارزاق. قول لي بقى يا ابو حميد، تقول لي لعيبه الزمالك. اقول لعيبه الزمالك اول حاجه، تيشيرت الزمالك ده حلم كبير لكل انديه مصر وكل لعيبه مصر، حلم كبير. انتوا معاكم مدير فني قوي، معاكم مجلس اداره قوي، معاكم استقرار، معاكم اداره ماليه قويه. نفسي بقى ان احنا نروح بطوله افريقيا ناخدها، عايزين نوصل بقى كاس العالم بقى للانديه، ونروح نلعب مع فريق بقى من فرق اوروبا، نشوف بقى فريقتنا مع الفرق الجامده دي ونفوز اللعيبه الحلوه دي. انا بشكركم يا جماعه وتشرفت ان انا كنت موجود معاكم. ربنا يخليك. كده خلصت فقرتنا النهارده، نراكم فقره قادمه باذن الله.